قصه اللي بزاف ديال بصح، راجل غيحصل مرتو كتخونه مع الاكس ديالها، وغيعرف باللي ولادو ماشي ولادو بل ولاد الاكس ديالها. ما كرهش انكم تكملوا القصه حتى الاخر وتعرفوا كيفاش حصلها وكيفاش اصلا ربي يحلي عينيه. وواحد القضيه اخرى، ما كرهش انكم تنتوما تبارطاجيو التجارب ديالكم والقصص ديالكم في لي كومونتير ولا في لي ميساج. والغرض من هاد القصص هادو هما للعبره، باش بنادم حتى هو فهمتي ياخذ الاحتياطات ديالو ويعرف مع من، لا كوساس هو مراه كوساس هو راجل. مهم، هاد القصه هادي صيفط عليا واحد خونا متباني وقال لي بارطاجيها حيت راه بزاف ديال بصح. نبداو القصه. القصه كتعاود على واحد السيد كان فهمتي كان بخير، كان مسك عليه الله وكذا، عنده فهمتي عنده رزقه، وقرر انه يتزوج. صافي مشى قالها لامو، مو شافت لي واحد السيده قالت راه بنت الناس، وهادي بحكم ان عائلتها باهم امها ظريفين، يعني عائله هاد السيده هادي ظريفين ديال بصح. فصافي قالت لي توكل، راه البنت زوينه، راه هادي راه هادي راه هادي. ايوا مشى توكل توا على الله، مشى قصد الدار ما كانش كيعرفها، يعني هاد السيده دي ما كانش كيعرفها نهائيا، يعني راه هذيك الزواج من الام ديالو، الام ديالو هي اللي شافت لي السيده. مشى صافي تكاتبوا داكشي تزوجوا. دابا الغلط الاول اللي داروا انه ما عرفاش، ما عرفش ديك السيده كي دايره، ما عرفاش كيفاش كتفكر. المهم في الديبار هاد السيده هادي بينات لي واحد الوجه زوين، بلي هي ظريفه، بلي معقوله، بلي هادي بلي هادي بلي هادي. هو ما كانش عارف نهائيا الخلفيه ديال هاد السيده وشنو دوزات، يعني التجارب ديالها اللي دوزات وهادي وهادي. وهذا الشيء واحد الشيء مهم، ان ضروري هذاك الانسان اللي غتشارك معاه حياتك خصك ضروري تعرف ليه الباسي ديالو بواحد الناحيه، ماشي ضروري تنغمس، ولكن خصك تعرف كيفاش كيفكر وكيفاش دوز داك الباسي. راه البنت تسول الدري والدري يسول البنت، راه ما فيها حتى شي عيب، غير هو ما تبروفونديش بزاف، ولكن خصك تعرف شنو دواز ولا عيباش. المهم هي هذيك صافي تزوج، حملت السيده، ولدات الدري الاول، صافي الحياه غاده، ضربوا 4 سنين بخير ما كاينش مشكل. تخيلوا معايا ان في هذه الفتره هذه السيده كانت كتلاقى مع الاكس ديالها وكانت كتهضر معاه وباقي مصاحبه معاه، علما ان الاكس ديالها عارف باللي السيده راه تزوجات. المهم مشى هذا السيد هذا واحد النهار، مهم جاتو في دماغه وكان مريح مع صحابه في القهوه، بغى هذيك اللعبه، قالوا داوي بحال هكا، بغى يدير لك التيست ديال الخصوبه. كاين واحد التيست كيدار عند الطبيب ديال الخصوبه علما انه ولد. قال لهم هذا، قال لي تيست راه جرب راسك انت، عرف واش شنو النسبه ديال الخصوبه باش يعيق على بعضياتهم، راه انا هادي راه مشى عند الطبيب. صافي فاش غيدير التيست غيكتشف انه ما كيولدش، ما كيولدش السيد اصلا فهمتي، ما عندوش ديك القدره على الانجاب، يعني ما عندوش ديك الحيوانات المنويه، عنده ضعف. هنا تصدم، قال او سول الطبيب قال لي واش يلا ولا عندي المشكل ولا المشكل عندي مش شحال هادي. قال لي راه عندك المشكل مش شحال هادي، عندك مشكل في الحيوانات المنويه، راه عندك ضعف وكذا وهادي. فهنا السيد قال او يعني ذاك الولد كيفاش انا غنولدو وانا اصلا ديجا مشكل. مشى عند طبيب اخر قال لي نفس البلان. تخيلوا من الصدمه انه ما تيقش ان هذيك السيده غادي تخونه، ما تيقهاش. فمشى عند واحد اخر قال لي نفس الهضره، قال لي راه عندك مشكل، راه ما كتولدش. فهنا ما قال لها والو، هذا هو البلان اللي داروا مريقل، ما قال لها والو. تخيلوا معايا انه عارف بلي ذاك الدري ماشي ولده وسكات، ويمكن كيمشي كدا هنا بدا كيشك فيها، وهنا ماشي بدا كيشك فيها، راه تاكد هنا خصو حصل الخيان. هي اش كانت كتقول لي دابا؟ هو كان كيمشي للخدمه في الصباح، فاش كيمشي للخدمه في الصباح هي كتقول لي كنبقى في الدار ولا كنخرج كيخلي لها واحد المصروف وكدا. هنا قال لي نهار كأي نهار مشى الخدمه، قال لي راه غادي الخدمه وكدا. هو مشى للخدمه، مشى تخبى في واحد الطوموبيل وريح، بقى كيلاحظ شافها خرجت من الدار. هو خرج من الخدمه من مورا ما ساعه ما دازت مرتو خرجات، مشى تبعها. فين غتمشي؟ غتمشي لواحد الغيزيدونس، غتدخل تماك، غيبقى مريح سامر شويه، غتبان ليه مرتو خارجه مع واحد السيد. انا غيتاكد ان مرتو كتخونه مع واحد خونا، غيبقى
قام ريح في الطوموبيل معين غيركبو في الطوموبيل غيتباعو. ايوا غيمشي تابعهم كدا هادي هادي ما يقول والو كيصور هو مريح وكيصور الخيانة من انها خرجت للدار مشات خرجت مع واحد السيد كدا. ولكن هادشي خصو اثباتات كتر اش غيدير. عنده واحد صاحبه في البوليس غيعاود ليه المشكل غيعاود ليه دو ا زد. صاحبه غيقول ليه شوف فلان خصك انك تثبت خيانة زوجية خيانة الزوجية خص ضروري داكشي متلبس انهم متلبسين غتاخد غتمشي مثلا الدار حنا كبوليس غنمشيو معاك هذيك الريزيدونس غنسولو داك العساس اللي كاين تما كبراد على داك السيد فلان فلاني اللي صورو ديجا وراه قال لي راه فواحد الابارتمون فلان فلانية غناخدو واحد التصريح واحد من وكيل الملك باش انهم يدخلوا للدار. وهادشي اللي دار خدا بسكوتي قال لي غدير نفس القضية وحنا هاد المرة غنكونو معاك. مشى بقاو سامرين في الطوموبيل كيتسناو عاوتاني مشات خرجات نفس العملية. تخيلوا يوميا وين كدير هاد البلان. مشاو تبعو الطوموبيل بقاو واقفين كيسامرين على سامرين 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 واحد الوقيتة داز ميم با واحد الساعة بحال هكاك ساعة الله رمي هبطو عبريط هبطو كاملين بداو كيدقو دقو بحال هكا مكيجاو حتى واحد. اش غيديرو غيحلو الباب غيدخلو غيلقاو السيدة لابسة سو فيتمون هكدا شي فهمتي ليالي حمراء بحال هكا كيعاود ليه وخونا لابس كارطون عريان. قال لي لا كيفاش هما داك اللي تصريح انه فهمتي خاصو يدخل زعما راه من حقهم انهم يدخلوا. هنا تثبتت الخيانه الزوجيه تاعها. المهم دابا القضيه راه كاينه في المحكمه حيت هادشي اللي طرالي غير مؤخرا فالقصه فريمون كدر. دابا حنا شنو غنستافدوا في هاد القصه؟ هو انك ما تثقش في الظرافه وانا ما تثقش في وحده دات تمثل عليك ديك الظرافة وتقول لك انا ضريفه انا بتلحلح عليك وكذا. لا خاصك انت تنبش وتعرف وتحطها في لي تيست وتعرفها ماشي غير تجي وزرب وتزوج. خاصك ضروري الزيت اللي كنقول خرجوا الزيت خرجوا الزيت باش ما طيحش في هذا الشيء. دابا وهادشي اللي قال لي هو قال لي انا كره دابا العيالات. هو دابا فريمون حيت ولا كيبغيها هي عمرها ما بغاتو. عرفتي فاش حصلها في ذاك المنظر خيت مشيت غوات واجي نشرح ليك ولا وهادي وكدا حيت من بعد غيعرف بلي خونا كان معاها وكدا. خونا دابا راه في الحبس حتى هي في الحبس على خيانة الزوجية. وتاد خونا هاد الحمارة هذا اللي كانت لاكس ديالها واش ما كيحشمش؟ راه كاين هاد النوع هاد التيب اللي كيمشيو معاه عيالات ديال الرجال واش من نيتكم؟ المهم نتمنى القصة تكون عجباتكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتخليونا لي كومونتيغ فهمتي تخلونا لي كومونتيغ ديالكم. انا كنبغي انني نشوف لي كومونتيغ ديالكم وتناقشوا كذا وهادي وهادشي اللي كاين. وتبارك الله عليكم الخوت والله يعاونكم.